نحو منعرج يستهدف منه تجسيد شكل من أشكال التصعيد وتوسيع نطاق الحرب. تحرك الكيان الصهيوني باغتياله نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري وعدداً من قيادات وأبناء الحركة الفلسطينية بقلب ضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. لبنان مفاتئ يشهد مواجهات مباشرة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي. وعيد بالرد على جريمة اغتيال أكد رئيس حركة حماس في بيان نعيه العاروري أنه عمل إرهابي مكتمل الأركان ينتهك سيادة لبنان. إثر عملية اغتيال جبانة نفذها العدو الصهيوني في عدوان همجي وجريمة نكراء تثبت مجدداً دمويته التي يمارسها على شعبنا هو عمل إرهابي مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان وتوسيع لدائرة عدوانه على شعبنا وأمتنا، ويتحمل مسؤولية تداعياته الاحتلال الصهيوني النازي. موقع تنفيذ اغتيال أحد مؤسسي الجناح العسكري لحماس حمل دلالات سياسية وأمنية أثار تساؤلات حول إمكانية توسع العدوان الصهيوني من غزة إلى جبهات قتالية أخرى في المنطقة من منطلق الاختراق الصهيوني لأمن حزب الله في معقله. وقبله اغتيال مستشار الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي في العاصمة السورية دمشق. فلنقل أن سيناريو رد حزب الله يمكن أن يكون إما بتصعيد المواجهة في الجبهة اللبنانية، إما اللجوء إلى عمليات أمنية في الداخل الفلسطيني، إما الذهاب إلى مواجهة أو حرب، وهذا مستبعد. رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي حذر من لجوء الكيان الصهيوني إلى تصدير إخفاقاته في غزة نحو الحدود الجنوبية لفرض وقائع وقواعد اشتباك جديدة. قالت مصادر من حزب الله لوسائل إعلام سعي الاحتلال الصهيوني لاستدراج الحزب لحرب لا يريد الانخراط فيها، والرد على الجريمة سيكون حاسباً ومدروساً حسبه.